تعالوا نتكلم بقى على ايه هو اصلا رياكت جي اس. رياكت جي اس يعني باختصار شديد هي لايبرري بنستخدمها عشان نبني بيها اليوزر انترفيس. ايه اليوزر انترفيس؟ اللي هو الديزاين بتاع الويب سايت او الصفحه بتاعتي، الديزاين بشكل عام. الكلام دوت انا مقتبسه من موقع رياكت جي اس بشكل مباشر. طيب رياكت بتخلي شغلك او تعاملك مع الديزاين بشكل بسيط جدا، لان انت بتتعامل مع حاجات منظمه، بتبقى عارف مين بينادي على فين، وكمان بيوفر لك مجموعه من التولز او الفانكشنز او الحاجات او الهوكس او الحاجات اللي بتسهل عليك انك تبتدي تتعامل مع الديزاين من غير ما تقعد تلف حوالين نفسك عشان تظبط حاجه بشكل معين. فرياكت بتبقى مسؤول عن الحته ديت. كمان رياكت من ضمن الحاجات المميزه اللي فيه ان هو يعني بيابديت البيج او جزء من البيج لما بيحصل ابديت في داتا معينه. ده بيخلي البرفورمانس بتاع الويب سايت بتاعك سريع جدا، وكمان ما بيخليش بيحصل فيه عندك لاج او بطء في الويب سايت بتاعك. فدي فكره رياكت. يعني تاني باختصار هي مكتبه بتسهل عليك شغلك او تعاملك مع الجي اس دو مع الدوم اسف مع البيج دوم او ال HTML بمعنى صح، هي بتهندل الحتة دي بس عن طريق الجافا سكريبت مش عن طريق ال HTML نفسه. فهي بتوفر لك طريقة انك تبتدي تضيف او تعدل في ال HTML بتاع البيج بتاعتك من غير ما تحتاج اصلا تبقى عندك صفحة ال HTML كاملة تقعد تعدل فيها. لا، هو بيقول لك انت هتقسم ال HTML بتاعك لمجموعة من ال components او مجموعة من الاكواد الصغيرة اللي بتسهل عليك انك تكتب كود ممكن تستخدمه اكتر من مره في اكتر من مكان، لكن هو في الاول في الاخر عباره عن ايه؟ HTML كود بس بشكل منظم.